السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الدريدي. هنتعرف النهارده إن شاء الله على الإجابة النموذجية لامتحان الحاسب الآلي محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني لعام 2024. يلا بينا. السؤال الأول معايا بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ. يجب أن يبدأ اسم الثابت أو المتغير بحرف أو علامة أندرسكور أو الشرطة الصفرية. طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة. في جملة الفور نيكست كتابة اسم المتغير بجوار النكست اختياري. طبعا اجابة صحيحة لان ديت ايه توضع في الاسفل، ممكن نحن نكتبها ولا. الخطأ في نتيجة حساب اي معادلة، طالما قال لي حساب اي معادلة يبقى على طول خطأ منطقي لوجيك، بيقول لي يعتبر خطأ لغوي اقول له غلط. مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على اشخاص جدد، يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية. طبعا انت ناس دي ما يتعرفهاش، وبالتالي ممكن تعرض لروحك للتعدي الالكتروني او خطر، يبقى اجابه خاطئه. عند استدعاء اجراء باسم تكس ده ان تكس يطلق عليه ارجمنت، طبعا اجابه خاطئه. ارجمنت اللي هي القيمه اللي جوه ده، بس القيمه هي الارجمنت، لكن الامر لا، يبقى اجابه خاطئه. لا يمكن كتابه جمله اف في سطر واحد بدون اند اف، طبعا خطا، لأن الأمر إند إف اختياري. عند كتابة جملة إف على سطر واحد لا يتم كتابة الأمر إند إف، وبالتالي بيقول لي لا يمكن كتابة جملة إف على سطر واحد بدون إند إف، يعني ما ينفعش إن أنت تكتب جملة إف من غير ما تكتب على سطر واحد إلا لازم تكون إند إف. لا غلط طبعا. السؤال اللي بعده، الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير المرتب سلبي. طبعا الفلوس دايما لازم تكون قيمة عشرية، ليه؟ لأن دايما بيكون معايا كسور، وبالتالي هم كل ثلاثة طبعا تم الإعلان عنهم بالأمر ده، لكن واحد بس اللي هو الديسمل هنا اللي هو تم الإعلان عنه من نوع بيان رقمي غير صحيح. الناتج النهائي للعملية الحسابية طبعا هيبقى اثنين، هنا الأقواس الأول اثنين وأربعة هيبقى ستة، هنا قسمة وهنا طرح يبقى الأولوية للقسمة، ستة على الاثنين فيها الثلاثة يبقى 12 ناقص ستة ناقص ثلاثة يساوي ايه؟ تسعة. جملة تستخدم عندما يكون التفرع معتمدا على قيمة متغير وشروط كثيرة، على طول تبقى قاعدة السيلكت كيس. يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية ديت وقتين، بيقول لي الام بيساوي 4 تو 3 من 4 ل 3 وكل مرة بننقص واحد يبقى 4، هننقص واحد هيبقى 3، طيب وهننقص واحد كمان عشان يطلع بره هيبقى ايه؟ هيبقى 2. أو ممكن نحن نقول يتوقف اللي هي القيمة النهائية اللي هي عن 3 ناقص القيمة الابتدائية سالب 1 يبقى ايه؟ 2. ينفذ الكود بين بداية الحلقة التكرارية دو واي ونهايتها لوب، طالما ان هيتم التكرار، طالما الشرط ايه؟ ترو او متحقق يعني. لتشغيل برنامج الفيجوال بيزك اضغط على مفتاح طبعا F5. السؤال الثالث بيقول لي ما هو الغرض من الكود me.label1.txt يساوي اللي هي السلسلة الحرفية الفارغة او علامتين التنصيص. طبعا السلسله الفارغه هنا فيها المكتوب حاجه جواها؟ لا، يبقى هنا الغرض منه مسح محتويات الاداه الموبايل ليبل 1، مسح محتويات الاداه الموبايل ليبل 1. ولو انا عاوز ازود في الاجابه واعمل اجابه نموذجيه في النموذج الحالي، ليه؟ لانه هو مزود لي حته مي، فممكن يكون حاطط لي مي عشان اعرفها بالمره ضمن الغرض. يبقى هنا مسح محتويات اداه الموبايل ليبل 1 في النموذج الحالي، عشان كلمة مين يعني النموذج الحالي. طيب الكود المرار تكراره، طبعا التكرار بيكون داخل قاعدة الفور، ادي قاعدة الفور بداية وادي النكست نهاية، في مين اللي في النص؟ هو الكود ده، يبقى هو سطر الكود ده كامل هو الكود المرار تكراره. طيب بيقول لي التعبير الشرطي في جملة اف هو ايه؟ طبعا جملة اف اهي التعبير الشرطي بيلي كلمة اف، يبقى ام مود 2 بيساوي 0 لعند الزن، لان الزن بيبدا تحقق الشرط، يبقى ده اللي هو الجزء دوت هو التعبير الشرطي. طب الكود الذي يتم تنفيذه في جمله اف هو ايه؟ طبعا ببساطه شديده حضرتك هنا طبعا لازم هيظهر يا اما زن مسج بوكس زوجي يا اما مسج بوكس فردي. طيب هنكتب مسج بوكس ايه؟ بص كده حضرتك هنا الاعداد بتاعه المتغير بتاعه الام بادئه من كام؟ من 5 صح؟ وخمسه هنا وبننقص كام؟ 2 او بنزود 2، هنا معدل زياده موجب، يبقى هنزود 2. طيب طب 5 وهنزود 2، 5 دي بدايتها عدد ايه؟ فردي. يبقى هنا هيبقى مسج بوكس وهنا مكتوب ايه؟ الرقم فردي، يبقى هنكتب هنا الرقم فردي زي ما مكتوب بالظبط.
يبقى نزلت الرسالة هنا. طيب بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة. رقم واحد، عبارة عن مخازن في ذاكرة الكمبيوتر لها اسم وقيمة لا تتغير، خلاص ما بتتغيرش، يبقى الكونستانت أو اللي هو الثوابت. كلمة محجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد، الفي بكريلف. أمر يستخدم في كتابة ملاحظات، يمكن خلاص كلمة ملاحظات على طول يبقى إيه؟ ريم. وممكن نعمل الكوما كده برضو، بس هو الريم عشان جلق. عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين، وعند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات، الإجراء procedures. تمام. طبعا ده برضو شكل الامتحان باللغة الأجنبية باللغة الإنجليزية، ده الامتحان لمدارس اللغات. أتمنى إذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالإعجاب، اشترك معنا في القناة، تفعيل زر الجرس، وما تنساش موجود شرح وامتحان للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي. بالتوفيق يا شباب والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.